ليش زعلانة يا سلامة؟ العيال ما يبون يشربون حليب؟ أنا أحياناً عندي نفس المشكلة مع عيالي. تقريباً الأطفال يأخذون 25% من احتياجاتهم من السعرات الحرارية من السوائل، فلازم ننتبه تكون هالسوائل مغذية. إضافة للبروتين عالي الجودة، كوب واحد من الحليب المدعم يعطي الطفل 20% من حاجته من الفيتامين دي و25% من الكالسيوم. وعشان صحة أفضل لطفلك، قدمي له كوبين يومياً من الحليب بين عمر السنتين والأربع سنوات، كوبين ونص بين الأربع والثمان سنوات، وثلاث أكواب فوق عمر التسع سنوات. ومو بغلط التنويع، يعني تقدمين الحليب مع حبوب الإفطار الكاملة أو الفواكه الطازجة. وليش ما تسوي كوكتيل أو سموذي الفواكه اللذيذ؟ مثلاً كوب من سموذي الفراولة يعطي الطفل 425 ملي جرام من الكالسيوم، 282 ملي جرام من الفوسفور، و2.3 ملي جرام من الفيتامين سي. وحلو يكون في كوب ملون أو مزين، وانت بعد تكون القدوة لطفلك وشرب الحليب يومياً. اتباع الأهل عادات صحية يخلي أطفالهم يسوون مثلهم. وعساكم دوم بصحة وسعادة.